المهم راجلي انا قتلو في الارض اللي شرى، شرشر الدم ديالو في الارض اللي شرى. خويا اللي مشيتو تحللتو الارض غتلقاوها كامل عامره دم، تعصرو حوايج وتلقاو عامره دم، مخو خرج يدير رجلو. اش نقول لك، انا ما كنتفرجش في رجلي ولكن تصدمت. هاد الموت ماشي ديالته، ماشي ديال المغاربه كاملين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقينا اتصال من عند العائله ديال فاطمه. فاطمه من الناس ديال زاكوره، لها زوج تزوجات به، ولدات معاه بنيه. المغاربه تيعرفوا العقليه ديال القرى تختلف، مشكل الاراضي، كيقولوا الارض كطيح لها الرواح. لم يتم لحد الساعه في البعض تغيير هذه العقليات، وهي الواقع اللي غنشوفوا اليوم. الزوج ديال فاطمه شرى ارض من عند العائله، ولكن انسانه اخرى من العائله لها راي اخر، قالت لهم ما يمكنش يدوز البيع ديال هذه الارض. الناس عطاو الكلمه، باعوا ليه، كملت الامور، خدات الطريق الثاني اللي سلوك اجرامي خطير، حرضات ولادها باش يقتلوه وسط الارض، وهذا هو اللي وقع. الضابطه القضائيه دارت مجهود كبير في الموضوع، تعتقلوا في الاول بخمسه، ثلاثة نساء وجوج الأولاد، يعني هي وبناتها، هي وبنتها وعروستها وجوج ديال الأبناء، والآن اللي معتقلين ولهم دور جوهري بشكل مباشر في الجريمة هذوك جوج الأبناء اللي هم معتقلين الآن. خلاصة في الموضوع، أسباب ومسببات الواقعة، كما كنقول شنو غادي معاك في الدنيا باش تحافظي على الأرض، خسرتي ولادك في عقوبات ثقيلة بشكل كبير. وهذه السيدة فقدت الزوج ديالها وعندها معاه بنيه. فاطمه انسانه شابه طموحه، الناس ديال زاكوره لا زالت لها امل في الحياه، الا ان البعض له راي اخر. اختي الله يرزقك الصبر. الا كان ممكن تعاود لي القصه ديال الراجل، شنو اللي وقع بالضبط؟ القصه ديال الراجل اخويا، راه ما عمرني شفت بحال هذه القصه اللي طرات للراجل انا. اخويا رزوني ورزو بنتي ورزو عبد الرحيم، فرحان وغادي. شنو نقول لك، ما همتوش الدنيا، تقول لي حيد حوايجك هنا، عطاهم لي حيدك كلشي، ما همتوش طانو. عندي خير اخويا، ما خاصو حتى خير، ولكن هو جا البيع وشرا، جا البيع وشرا، وما في حتى باسيله جرى. اللي بغى شي حاجه يشريها، انا اللي مشيتي لشي بلاصه عجبتك شي حاجه راه كتشريها، ابشر بفلوسو. ونوضو قتلوه في هذاك الارض اخويا، رزاوني في راجلي، رزاوني في راجلي، قتلوه ثلاثه خمسه الناس، خمسه الناس، الام ولادها وعروستها. ماشي اش نقول لك، الظلم هذا، اللهم انا ظلم نكر. كنطلب من المسؤولين كاملين يعاونوني في هذا الشيء. راجلي ماشي ديال هذا الموت، كنتمنى راجلي يموت لي في دارو، يموت لي في معرض، يكون مات في دارو ما غيبقاش فيا الحال. ولكن هذا الموت ديال الفارسين ما يمكنش تكون عندنا في المغرب، ما يمكنش تكون هذه الفريسه في المغرب. ما يمكنش مو راجلي يموت بحال هذا الموت، ما يمكنش. اللي سمع عبد الرحيم مات هذا الموت، اش غنقول لك، اش كيقول، اش كيقول، اش كيقول، اش غيولي واد الناس من عند الله سبحانه وتعالى، واش هما ما غيموتوش. هذه اللي دارت نعم، هذه اللي دارت هذا الجرم هي ولادها. علاش ما بغاتوش يشري هذيك الارض؟ ما عرفت اخويا، الله اعلم بينا، الله اعلم بها. المهم راجلي انا قتلو في الارض اللي شرى، شرشر الدم ديالو في الارض اللي شرى. خويا اللي مشيتو تحللتو الارض غتلقاوها كامل عامره دم، تعصرو حوايج وتلقاو عامره دم، مخو خرج. رزوني في راجلي، لك عابي ديال رجلو. اش نقول لك، انا ما كنتفرجش في راجلي ولكن تصدمت. هاد الموت ماشي ديالته، ماشي ديال المغاربه كاملين، ولكن هاد الناس انا بغيت لهم يتشدوا اقصى عقوبه. بغيت لهم ما يخرجوش من الحبس، تيموتوا 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 تيموتوا. شواوني يا خويا، شواوني، خلى لي الدنيا عاد عامين ونص. كل نهار في الصباح تقول لك واش باغي يجيش بابا، تسمع الطنوبيل تسحبو هو. نسكت فيها بزز، نسكت بنتي بزز، انا كنعس بلا وقت ونفيق بلا وقت. الله ياخذ فيهم الحق. عبد الرحيم النصيري مشى مات، معروف عند كل الصغير والكبير، في الطاكسيات، في الطنوبيلات، القهاوي، اش نقول لك. حرقوني حرقوني هاد الناس، ما بغيت ليهم والو غير يتشدوا. الا ما تشدش هاد الناس اخويا، معمرني غنبرد. قال لك هي معمر غتبرى، نعيا نتفكر عبد الرحيم، نقول الله يرحمه ويوسع عليه، ولكن هاد الموت ماشي ديال الاسلام.
ما كنموتوش حنا بهذه الطريقه، الطريقه ما عرفتش النصارى ما كيموتوش بها اليهوديين، ما كنعرفوش حنا هذا الموت خويا، ما كنعرفوش حنا هذا الموت، باش قتلوه، فرسوه 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 فرسوه. اختي الله يرزق الصبر يا ربي. مشاهدينا الكرام، الوضع جد صعب صراحة. تتكلم عن الزوج شريك الحياة، عنده معاه بنية كما قلت في السابق، وبعض ديال العقليات في القرى تختلف من أجل الأرض اللي شرات هي من اللي شرى عبد الرحيم. واحد السيدة اللي هي من العائلة ديالو قريبة قالت له ما يمكنش يشري هذه الأرض، بغيت نشريها أنا، وهم عطاوه الكلمة. ولكن كان رأي آخر، هما الآن جوج ولادها معتقلين، وهي في حالة صلاح رفقة العروسة ديالها، يعني زوجة دي أحد الأبناء ديالها وبنتها. والدرك الملكي داروا مجهود كبير، تم الاعتقال بطبيعة الحال ديالهم، والنيابة العامة دارت سك الاتهام، والقضاء الجالس هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، الهدف الأسمى من هذا الموضوع خدمة هذه القصص العبرة أجل الأرض. ولكن مش هذه الأرض غديها معاك، ما هو المآل ديال الأطراف؟ هاد السيد مشى عند الله وهما معتقلين، تهم ثقيلة، جنايات، الأمور واضحة. هاد السيدة التفكير ديالها ضيق، هي والأبناء ديالها اللي قتلوا هاد السيد بطريقة جد جد بشعة. مشاهدينا الكرام، مجموعة من الفيديوهات كتوثق العملية الإجرامية، واحتراما للرأي العام لا يمكن أن نضع هاد الفيديوهات بزاف ديال الاعتبارات. مشاهدينا الكرام، نتناول الرأي العام أكثر في الموضوع، غنشوفوا الموضوع بدقة مع الابن ديال عبد الرحيم الله يرحمه، اللي هو الابن من الزوجة الأولى، وهذه هي الزوجة الثانية اللي كاينة الآن. هو عبد الرحيم الزوجة الأولى توفات، هذا الابن ديالو اللي كان في عين المكان وحضر الأب ديالو كيتقتل. تبعوا معايا.